استمرار معاناة أهالي أم العشوش في كفرنجة بسبب تأخر إيصال المياه مر عام على طرح هذه القضية، وأهالي قرية أم العشوش بمحافظة عجلون يعانون من غياب شبكات المياه، وقمنا بطرحها عبر هذا البرنامج. ولكن مجلس محافظة عجلون قام بتخصيص مبلغ 430 ألف دينار مقسمة على عامين من موازنة المجلس لحل المشكلة، إلى أن تقاطع المسؤوليات بين الوزارات المعنية أصبح عائقا أمام إتمام هذا المشروع. فلنتابع. قبل عام من اليوم قمنا بطرح قضية قرية أم العشوش التابعة للواء كفرنجة في محافظة عجلون، والتي تعاني من عدم وصول شبكة المياه إليها. قاطنوها يقومون بنقل المياه غير صالحة للشرب من الينابيع وجداول المياه إلى منازلهم باستخدام الدواب. على غرار ذلك قام مجلس محافظة عجلون بتخصيص مبلغ مالي لإيصال شبكة المياه، ولكن بسبب تقاطع المسؤوليات ما بين الوزارات وشركة مياه اليرموك توقف هذا المشروع. مطالب عديدة من المواطنين بحل هذه المشكلة. احنا مشكلتنا الآن يا سيدي وقعت على 350 متر من أراضي الدولة مفتوحة من 60 وتعبدت في 90، ونحط بها خط النت وخط الكهرباء هيك. الان المياه بقول لك هاي عقده، والاشغال بقول لك هاي عقده، ومدير المياه بقول لك هاي عقده. مدير مياه اربد اليرموك بدنا مي نشرب. الان تنك المي بجير ب 15 ليره ريحته وسخ قعطيل، اطلع التنك وطل بيه اذا مش طالع ريحته. تعال حاسبني بنعبي مي على الدواب وعلى التنكات، يعني بنعاني معانا اصابه. ما زلنا بننقل مياهنا من الجداول والانهار عن طريق اللي هو منطقه راجب، ومن تحت المخلفات ومن تحت المنتجعات اللي داخل المنطقة. وصلت النقل عن طريق التنكات أو عن طريق الدواب تكرم منها الطريق. احنا احترنا ما بين مدير عجلون مياه عجلون، وما بين مدير أشغال منطقة عجلون، وما بين اللي هو مدير العام لشركة اليرموك. ما بعرف شو الأسباب، وين نصل لوين النتيجة ما بعرف لغاية الآن. جميع سكاني وقاطني هذه القرية هم من ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون رواتب شهرية من صندوق المعونة الوطنية، حيث لا يستطيعون شراء هذه الصهاريج ليرتووا منها. والله مشكلتنا هنا المي وسخة، بداية المي اللي طالع من الواد وسخة لأنها كلها منتجعات وشمامين هواء ومليانة فوط ومليانة زبالة، ومنعبي من تحت الزبالة، احنا منعبي بالتنكات وناس بسيارات بقلان وناس على دواب، وتنك المي مثل المي بكلفنا 3 دنانير. في ناس بتاخذ من المعونه الوطنيه، وفي العسكري الله يجبر عليه راتبه ما بكفي شجر طريق، راتبه ما بكفي شجر طريق. والله في ايام ما بلاقي ريحه مي اولاد يغسلوا. احنا بنطالب انه تجينا المي، انه وزير الزراعه انه يمشينا 350 متر، ويحكي لمدير الاشغال انه مشونا 300 متر اللي وقفن بهالطريق، لأن الطريق ماشي وفيها نت وفيها كهرباء ومزفتة. ويبقى أهالي هذه القرية حائرين، هل سيرتووا من صنابير سلطة المياه التي لم تصلهم، أم ستبقى مشكلة ومعاناة تقاطع المسؤولية ما بين الوزارات هي شغلهم الشاغر، في ظل فقدان للموازنة وإعادة تدويرها خلال العام المقبل. من منطقة أم العشوش في لواء كفرنجة، صهيب المومني، رؤيا. إذن مشاهدينا تابعنا مشكلة ومعاناة أهالي حي العشوش في محافظة أو في عفوا في قرية كفرنجة في محافظة عجلون، لنفتح هذا الموضوع ويعني نناقش أبرز التفاصيل. نرحب بضيوف هذا المحور بصوت وصورة: سيد أحمد فريحات عضو مجلس محافظة عجلون عن لواء كفرنجة، وأيضا بالمهندس علي العلاوني مدير مديرية أشغال محافظة على عجلون. ونبدأ من السيد أحمد فريحات. أهلا بك سيد أحمد. إذن بحسب المعلومات 430 ألف قصصتوهم لمعالجة وحل مشكلة حي أم العشوش في كفرنجة، لماذا إلى الآن لم تحل المشكلة؟ أخت خلاص الله يسعد مساكي ويعطيك ألف عافية. بداية اسمحي لي أنا وزملائي رئيس وأعضاء مجلس المحافظة نشكر إضاعتكم الحبيبة، لأنه إحنا بالأمس وخصوصا مندوبنا الأخ صهيب المؤمن اللي أعد التقرير قبل قليل وسمعته،
إذا عدكم الحقيقة يعني هي هذه بالأمس إحنا كنا نتحدث عن مشكلة الصرف الصحي في لواء كفرنجة، واليوم نتحدث عن مشكلة من أهالينا في منطقة أم العشوش اللي تابعة لمنطقة راجب. هذه المشكلة حقيقة في محافظة عجلون مشكلة بتواجهنا كمجلس محافظة، ومثل ما تفضل الأخ صهيب إنه إحنا كل سنة بنخصص مبالغ ما يقارب مليون مليون ونص لخدمة إيصال شبكات المياه وإيصال شبكات الصرف الصحي إلى محافظة عجلون، وللأسف الشديد إنه إحنا هاي المعاناة المعانية كمجلس محافظة التحديات. الآن السؤال اللي بطرح نفسه، إحنا من 3 سنوات من بداية تولينا للدورة الثانية لمجلس المحافظة، أي عطاء تم طرحه بخصوصا بإيصال شبكات المياه اللي خارج التنظيم وتم تنفيذه بدون أي عراقيل. للأسف الشديد إنه معظم الشوارع اللي بتم تنفيذ فيها خطوط المياه والصرف الصحي هي خارج التنظيم، وللأسف الشديد إن هاي هذا الشارع بيكون مخدوم مزفت ومخدوم بخط انترنت ومخدوم بشبكات كهرباء. للأسف الشديد عن تنفيذ هذا المشروع تبين إنه الشارع غير مساره. هاي مشكلتي، مش مشكلتي أنا كمجلس محافظة أو مشكلة مواطن يعني منطقة أم الحشوش الآن فيها أكثر من 1000 نسمة. طب شو ذنبه هو؟ أنت وينك يا مدير أشغال؟ وينك يا وزارة الأشغال؟ نعم. من عشرات السنين يعني طريق رئيسي، الآن طريق رئيسي منطقة أم الحشوش مثل ما تفضل الأخ، إنه من الستينات هذا الشارع مفتوح ومعبد ومزفت وإنارة وخطوط أنترنت، وبالنهاية عن طرح العطاء. ليش كمجلس المحافظة الآن كل سنة بتكبد حوالي 500-600 ألف ديون مسبقة ومشاريع ما تم تنفيذها؟ الآن أنا في عندي خلال السنة هاي كمجلس محافظة ورئيس مجلس المحافظة تنبأنا لهذه الشغلة، وخلال السنة هذه إحنا من بداية السنة من شهر 5 قام رئيس مجلس المحافظة السيد عمر المومني بسرعة الإنجاز لإحضار هاي المستندات المالية حتى أنها تتمكن مدير مياه عجلون اللي هي إعادة وطرح المشاريع إيصال شبكات المياه والصرف الصحي. للأسف الشديد منطقة أم الحشوش بعد ما تم مسح المنطقة تبين أنه فيها جزئية حوالي 400 إلى 300 متر اللي هي خارج غير مرسمة. الأسبوع الماضي تم عقد جلسة في دائرة المحافظة برئاسة عطوفة محافظ عجلون ورئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني والمهندس مالك الرشدان مدير المياه، وبحضوري أنا كعضو كرئيس لجنة القطاع المياه بمحافظة عجلون، بالإضافة إلى مدير الحراج اللي هو المهندس حاتم فريحات، وتم الموافقة المبدئية. عملنا محضر اجتماع وتم إنه هذه الجزئية يعني تعطي المشروع بهذا الحجم لمنطقة تخدم 1000 نسمة، أكثر من 1000 نسمة في منطقة أم الحشوش، الله يقسم بالله هذه معاناة، هذه مسؤولية وزارة الأشغال. أنا بطلب منك سيد أحمد تبقى معي لحتى ننتقل لمدير مديرية أشغال محافظة عجلون، ونرجع لك لحتى أنه تعقب على الموضوع. مهندس علي العلاونة، مساء الخير. مساء النور سيدتي. يعني مرحبا. احنا بدنا نعرف المشكلة من وجهة نظركم كوزارة او كمديرية الاشغال. المبلغ مخصص من مجلس المحافظة على مدار عامين 430 ألف، ولكن الاشكالية كما يقول السيد احمد فريحات عضو اللا مركزية، هي الاشكالية تتعلق بمديرية اشغال محافظة عجلون. اليك الكلمة. بداية اطيب تحايا اليك سيدتي ولقناة رؤيا والقائمين على هذا البرنامج وللاخ احمد فريحات ولمجلس محافظة عجلون. الطريق سيدتي، موضوع البحث هو طريق سنوي مستملك لوزارة الأشغال والإسكان، ما عدا الجزئية اللي حكى فيها الأخ أحمد فريحات اللي هي تقريبا ب400 متر. كنت أفضل أنه يكون مدير إدارة مياه عجلون معانا للحديث عن هذا العطاء. بداية 350 متر لكل الآن صلاحيته وفي مناطق اختصاص. أنا حينما ما في عندنا عائق في وزارة الأشغال أن نعطي التصريح للمقاول حال وجود العطاء الآن، وثائق العطاء أعتقد في إدارة المياه، في حال طرح العطاء إحنا ما عندنا مشكلة أبدا أن نعطي التصريح، ما عدا الجزئية 450 متر. وحكى الأستاذ أحمد فريحات أنه تم عقد اجتماع وكان مدير مكتب أشغال كفرنجي كلفته كان حاضر من ضمن محضر الاجتماع، تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الزراعة كونه 400 متر
هي في قطعة حرجية، قطعة حرجية معناته ملاك وزارة الزراعة. نعم. الآن وزارة الزراعة حينما تعطي عدم ممانعة، وفي سابقة للعديد من المشاريع تعطي عدم ممانعة، فبالتالي انتهت المشكلة هون، إنه وزارة الزراعة تأتينا بعدم ممانعة وإحنا التصريح جاهز من عندنا، ما عندنا مشكلة أبدا، لأنه بالتالي الطريق مختوم وهو من عشرات السنوات معبد في عرض 7 متر تقريبا. نعم. أصبحت الآن إنه فقط تأتينا من وزارة الزراعة عدم ممانعة، تقوم إدارة المياه بتجهيز وثائق العطاء أصوليا وتطرحه من خلال لجنة شراء المحافظة، وإحنا على أتم الاستعداد أبدا لتسهيل المهمة وأعطاء التصاريح اللازمة بموجب القانون النافذ. نعم مهندس علي، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وأكيد راح نواصل معك ومع مديرية أشغال محافظة عجلون بخصوص هذا الموضوع. نعود من جديد إلى سيد أحمد فريحات. سيد أحمد، إن كنت استمعت لحديث المهندس علي، تحدث بأنه لا ممانعة لديهم. نعم. ولكن هذه المنطقة 300 متر 400 متر من اختصاص وزارة الزراعة كونها منطقة حرجية، هم بانتظار موافقة وزارة الزراعة ومن ثم يعني إعداد كل الوثائق والأوراق اللازمة، والحل سيكون لديكم بالتواصل مع مديرية أشغال محافظة عجلون. نعم صحيح، أنا بشكر المهندس علي مدير أشغال عجلون، حقيقة هو شخص متعاون، له كل الاحترام والتقدير. طبعا هي المشكلة مش مشكلة أشغال، هي مشكلة الزراعة. فعلا هو كان مهندس مدير مكتب أشغال كفرنجي، المهندس حمزة المومني كان موجود معنا في اجتماع المحافظة، وكان مندوب عن مديرية زراعة عجلون أيضا المهندس حاتم فريحات، وتمت الموافقة المبدئية. والآن المعاملة أنا برفقتي أنا شخصيا، حتى أنه غدا صباحا أخذها باليد إلى مساعد أمين عام أحراج عمان حتى أحصل على الموافقة وننتهي من هذه المعاناة. لكن أنا اللي بتحدث أخت خلاص والمهندس علي ضيفنا أو أخونا يعني جديد على محافظة عجلون، إحنا كمجلس محافظة مطلعين على المعاناة اللي بيعانوها أهالينا، خصوصا بالعطاءات اللي تم طرحها من طريق الأشغال اللي هي عطاءات المياه وعطاءات الشوارع الرئيسية. للأسف الشديد أنه إحنا في عنا شوارع من 65، الشارع الرئيسي اللي بربط محافظ بربط لواء كفرنجي مع عنجرة، للأسف الشديد أنه أنا تم تخصيص مبالغ له خلال السنة هاي 24، تبين أنه الشارع مش مستملك. كيف شريان رئيسي بربط ما بين عنجرة فيها 45-40 ألف نسمة وما بين كفرنجي 50 ألف نسمة والشارع مش مستملك؟ هو هون المعاناة الآن. نعم. هذا الشارع مثل ما تفضل هاي مشكلة. لا ما هو المشكلة أخت إخلاص، إحنا ما فيش عطاء الآن، إحنا معظم المشاكل منعانيها في قطاع المياه اللي خارج التنظيم، إنه الشوارع معظمها إنه سبب تأخير تنفيذ العطاءات، وبالتالي يترتب علينا كمجلس محافظة ديون للسنوات اللي بعديها. كل سنة إحنا نتكبد حوالي ما بين 500-600 ألف ديون والمشاريع ما تنفذت. يعني الآن إحنا نرجع لعطاءات المي من 22 من تولي لهذا المجلس المحافظة خلال الدورة الثانية، كل عطاءات المي اللي تنطرح ب 22 بتتنفذ ب 23، وال 23 بتتنفذ بال 24، وال 24 وبالتالي يترتب علي أنا بروح علي المبلغ المرصود. نعم. وبالتالي السنة اللي بعديها أنا. نعم. وصلت الصورة. نعم. الآن هذا عطاء محشوش إن شاء الله. أنا بطمنكم. نعم تفضل. أكيد. أنا بطمنك إن شاء الله إنه إحنا كمجلس محافظة، يعني هذا منطقة أم الحشوش أهالينا، واجب علينا إحنا كمجلس محافظة نهتم بالدرجة الأولى وننفذ هذا العطاء إن شاء الله خلال الأسبوع القادم إن شاء الله إنه راح نحل المشكلة هاي. نعم. ونتأمل من وزارة الزراعة، نعم، من وزير الزراعة ومن أمين العام إنه يقدم لنا كل التعاون حتى إنه ننجز وننتهي من هاي المعاناة. نعم أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد فريحات عضو مجلس محافظة عجلون عن لواء كفرنجة، شكرا جزيلا لك.